بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. علاج قوي وجذري للهم الشديد والاكتئاب في قضام الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة الإسلامية الآن. يعاني كثير من الناس من ضيق ذات اليد، من الهم ومن الحزن، ويصل الأمر في كثير في بعض الأحيان عند بعض الشباب إلى الانتحار وقتل النفس والعياذ بالله. الهم والحزن إذا زاد عن حد معين بيصل الإنسان بشيء يعني إلى أحد شيئين لا ثالث لهما. إذا كان إيمانه ضعيف والعياذ بالله ممكن يصل به الأمر إلى الانتحار وقتل النفس، أو يصل به إلى الانهيار والمرض الشديد، تجي له أمراض شديدة زي والعياذ بالله السكر أو الضغط أو كانسر سرطان، لأن الخلايا السرطانية بتنشط جدا بالحزن. والدواء في السنة النبوية، الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا أحاديث وأدعية. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. شوفوا هذا الدعاء العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس. أي إنسان، كثير من الناس بيجري على العيادات النفسية وياخد مهدئات ومنومات ومسكنات لعلاج الاكتئاب. ولو أقسم بالله العظيم لو هو قال لو أنه قال هذه الأدعية يوميا لشفاه الله سبحانه وتعالى ورده الله سبحانه وتعالى بقدره، لأنه معظم الناس بيجي لها هم وحزن واكتئاب بسبب عدم الرضا بقضاء الله. لأن يعني كلنا نعاني من ضعف الوازع الدين وضعف الإيمان إلا من رحم ربي. فهذه الأدعية تكتب بماء الذهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيبه هم أو وصب أو هم أو غم ثم يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بادك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، الا وابدل الله سبحانه وتعالى همه فرجا وحزنه فرحا. خلي بالكم. فالصحابي لما سمع الكلام ده تعجب، قال له يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات؟ فقال عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم سمع هذه الكلمات أن يتعلمها. حق يعني لازم. شوف لما تقول حق. والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، نقول حق. حق دي كلمة قوية جدا. فالدعاء ده يعني اجعله ورد لك يومي إذا كنت بتعاني من هم أو حزن واكتئاب ومشاكل وهموم. لو قلت كل يوم تأكد إن أفضل من أنت تاخد مهدئات أو مسكنات كل يوم. جرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء الثاني أو العلاج الثاني، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبي إمامة الباهلي في المسجد، فوجده في المسجد مهموما، فقال له مالك التزمت المسجد؟ شوفوا الصحابه مش يروح يسكر، مش يروح والعياذ بالله يرمي نفسه في الفواحش عشان يخرج من الاكتئاب، لا التزم المسجد. قال له مالك التزمت المسجد؟ اراك في المسجد كثيرا، قعدت في المسجد. قال له يا رسول الله هموم وديون لزمتني. قال له افعلمك بضع كلمات لو انك قلتها اذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال له قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فقال فقلتهن فاذهب الله عني همي وقضى ديني. يبقى الدعاء ده مش بس بيقضي بيفرج الهموم ويدق القلب من الهم والحزن، لا ده كمان بيقضي الدين ويبسط لك الرزق. يعني اكتر من يعني في اكتر من منقبه عظيمه. الشيء الثالث اللي فيه علاج للاكتئاب، كثير من الناس بيغفل عنه، وفي علاج لامراض كثيره جدا، وبينفي الفقر وبيبسط الرزق ويجعلكم من المتقين، وهو باب من ابواب الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله. لو انك قلت لا حول ولا قوه الا بالله كل يوم على الاقل 100 مره علاج الاكتئاب والهم والحزن. قال عليه الصلاه والسلام لا حول ولا قوه الا بالله
تدفع شفاء من 99 داء أيسرها الهم والفقر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم 100 مرة لم تصبه فاقة أبدا أبدا، يعني لا يمكن يصيبه فقر أبدا. ده فضلا طبعا انها كنز من كنوز الجنه، لو مره واحده قلتها يدخل لك كنز في الجنه افضل من الكره الارضيه كلها. وهي باب من ابواب الجنه. يعني لو واحد قالها كل يوم 100 المرات مده شهر، وواحد صلى وواحد قام الليل وصام النهار، انا بقول لكم الكلام ده وانا مسؤول عنه يوم القيامه، واحد قام الليل وصام النهار واعتمر ما قالهاش خالص، اللي بيقولها يسبقه يوم القيامه في الثواب، لانها باب من ابواب الجنه. يعني في باب اسمه باب الصلاه، في باب اسمه باب الريان، في باب اسمه باب الحج، ياخذ منه الحجاج والمعتمرون، باب اسمه الجهاد، وفي باب اسمه الوالد يدخل منه الذين يبرون اباءهم وامهاتهم ويصلون ارحامهم، وباب اسمه لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا الفضل العظيم. لذلك تدفع 70 بابا من البلاء، أيسرها الهم وشفاء من 99 داء. يبقى عندك سكر، عندك ضغط، عندك أي أمراض، عندك اكتئاب شديد، العلاج لا حول ولا قوة إلا بالله. مش تروح تاخد منومات ومنشطات ومهدئات، لا، اعمل قول الثلاث أدعية دول عليهم كويرد ثابت ليك كل يوم لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة شهرين، وشوف النتيجة، هتلاقي تحسن رهيب بإذن الله، تتحسن الظروف وربنا سبحانه وتعالى يجعلك ترضى أيضا بما قسم الله لك، لأن زي ما قلت لحضراتكم عدم الرضا هو اللي بيخلي الإنسان يحزن. فأنا هكتب لكم برضو الكلام ده كله في الوصف بتاع الفيديو، ولا تنسخوه تنشروه نشر هذا العلم في الثواب العظيم، اللي علم علما فإنه أجر من عمل به يوم القيامة، لا ينقص ذلك من الجنين شيء. تمشوش تفعيل الجرس والاشراق في قناه ليصلكم كل جديد، وتساعدوني على نشر سنه الربيع. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.